رياضة الفقرة اللي اخترناها لكم صباحة اليوم يلتحق بنا كوتش أمين ميقربة في هذه الأثناء من قاعة الرياضة ونقول له صباح الأنوار كوتش أمين. خير خويا يوسف، صباح المشاهدين كامل، جمعة مبارك لينا كامل والمسلمين إن شاء الله. إذا كوتش أمين رانا فرحانين بزاف باستقبالك وعودة اللقاء من جديد معك ومع المشاهدين اللي كانوا يستناو دائما فيك العديد من النصائح كنت تقدمها بشكل أسبوعي. شكرا لك وعودة وبداية موفقة لك من جديد معنا في هذا الأعداد اللي راهي جاية وهذا. شكرا لالتزامك أيضا كوتش أمين الدائم وشكرا للضيف اللي راهو حاضر معك واللي كان دائما مرافقك في كل الحلقات. شكرا لك خويا يوسف، بارك الله فيكم. اذا كوتش امين عدد اليوم راح نحكوا على تمارين الساقين بدايه. قبل ما نبداو باهم النصائح اللي راح تقدمها احكي لنا على اهميه هذا التمارين ولا تمرين هذا العضله تحديدا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، تمارين عضله الساقين هي عضله اللي هي ايسونسيال في الجسم يعني هي الصح، وكاين رياضيين بزاف يعملوها سوتو المبتدئين، يقول لك انا ما نخدمش لي جومب حتى كيما نقولوا يكبر في الجسم من الفوق. انا الرياضيين كونسي نعطيه لهم لازم يخدموا لتحت والفوق باش يكون عنده سيميتري يعني تناسق عضلي بين الفوق والتحت. والعضله الساقين كاين ناس ما على بالهمش بلي كيخدم عضله الساقين هرمون تيستوستيرون وهرمون النمو يطلع، يعني الرياضي ولي يزيد يافونسي كثر كي تخدم عضله الساقين راح تربح البوا زياده اولتها وطلع هرمون تيستوستيرون اللي هو هرمون ذكري وهرمون نمو اللي هو لاجياش يعني لا كرواسونس. حنايا دوك النصائح اللي نمدوهم للرياضي، الحاجه الاولانيه لازم يرقد مليح قبل ما يخدم لي جومب تاعو، يرقد مليح وياكل مليح، وثانيك يشوف مليح لي جومب يعني يدير لهم احماء مليح كيما دوك الرياضي دوكا ماسي واش دار دوكا، دار الفيلو واحد 10 دقائق وهو يشوف فيه. حنا كاين الرياضيين يدخل للصالة يحب يخدم لي جومب يدخل ديك لاباري ويخدم بلي شارج ديريكت، لا لا انا كونساي نعطيه لكم باش تخدم للرياضة هذه تعيش بها كيما نقولوا حنا حتى السن تاعك يكون متاخر يعني حتى 60 سنة 50 سنة هذيك بيننا وبين ربي لنا نعيشوا 60 سنة ان شاء الله على كل حال. مي دوكا الرياضي كيما هو راهو 23 سنة ولا 22 سنة كل يقعد يخدم لي جومب ولا الفوق بلا احماء راح يافور سافور يجوه لي طوندينيت لي ديشيرور لي زانفلاماسيون لي زاديكتور تاعو عنده الوسمو عنده لي غامو تاع جونو تسمى هادو كامل راح ينصيبوه. دوكا نبداو مع الاكزرسيس الاول راح يكون احماء ومام طون راح تفهموا كيفاش الطريقه راح نخدموا لي جون. بسم الله. طيب كوتش امين فقط قبل البدايه علاش الناس دائما ما تتهرب من ممارسة ولا من تمرين هذا العضلة تحديدا؟ تلقى حتى الرياضيين كبار لكن تلقاهم لما يجي وقت باش يمر انه عضلة الساقين تلقاهم يتهربوا منها. يهربوا منها باسكو عضلة الساقين عندك يطلع نبضة القلب يطلعوا، عندك لا طونسيون كاين اللي يطلع له لا طونسيون، وكاين اللي ما يعرفش كيفاش ياكل وكيفاش يريكيبيري في الليل غدوة عنده لا جونب يخدمها وش راح يصرى له؟ يصرى له دوخة، يصرى له يهبط له السكر، يدير له ايبوغليسيمي، تسمى هذه الحاجة الأولانية اللي الرياضي يخافها ومام طون عفوا يخاف لي دولور تاعها يعني كيما نقولوا حنا لي كورباتور هذوك لي كورباتور وهذاك الجينيوه تسمى كيبدا بها بريمي سومان من صامدي حتى الجودي يقول لك انا هذوك لي كورباتور اللي يقعدوا لي في لي جون ما نقدرش نمشي ما نقدرش نتنقل يخافوا. طيب ما نطولوش عليك كوتش امين، الاكزرسيس راح يكون هنا التمارين الرياضيه. بسم الله. بون هنا ليكزارسيس الاول هذا سي ليكستونسيون افون، هنايا راح نخدموا العضله الاماميه. واش راح نديروا؟ الرياضي يحط روحه مليح في البون ما يخليش الفيد هنايا كما كنت تشوفوا، ومن بعد واش يدير؟ شوف باش راح يطلع ويهبط بالعقل، واحد زوج ثلاثه هنايا راه يخدم جوست. بصح كاين رياضيين واحد اخرين كيفاش يخدموا؟ خدمته رابيد شوف ما يطلع مليح ما يهبط مليح، واش يحوس؟ يحوس لك غير البوا، البوا لازم يزيد برك، هذا واش يحوس الرياضي. سمح لنا الكونساي اللي نمدوه دائما اخدم التوافق العصبي العضلي، يعني كونسونتراسيون تاع راسك مع لا جومب تاعك مع الساقين تاعك، هبط مليح طلع مليح. هاي هاي هبط هبط. هاي
هاي الخدمة كيفاش تكون؟ هذه الخدمة جوست، تهبط مليح وطلع مليح، عجل الإصابات ومام طون لا جوم تاعك تقيس كامل لي موسكل افون، حاجة الأولانية. وثانيا راح تربح حاجة واحدة أخرى، يعني راح تمزق كاع الأنسجة العضلية تاع لا جوم. تسمى هذه الحاجة راح تافونسي فيها. زيدو دوزيام إكزارسيس، دوزيام سيري، هاي روح، واحد، روا، كات، هبط مليح، سانك، سيس، سات، ويت، ناف، ديس. هنا الرياضي المبتدئ، نحكو دايما عن الرياضي المبتدئ، دايما يسي سيريا الاولى يخليها يحمي بها الجسم تاعو والساقين تاعو، ومن بعد واش يزيد يدير؟ يدير ربع عدات. الربع عدات هذوما هما هو راح يخدم بهم. واش يدير؟ يطلع البوا تاعو، قيسو قيس روحو كيما كان زعما نقولوا يبدا هنايا 20 كيلو، ومن بعد كل ما يدير دوزيام سيريا يدير يطلع لها البوا، يزيد 5 كيلو 5 كيلو 5 كيلو هكا. وشنو وين يلقى روحه ما قدرش البوا يحبس باش ما يصيبش روحه، خاطر هنايا راك تلعب بعضله الساقين. عضله الساقين اقوى عضله في الجسم تاعنا، وهي اللي راح تخليك الدوره الدمويه تاعك الدور، ضخ الدم تاعك يكون مليح. تسمى هنايا الى صبت روحك الى قستهم لي جومب وكيما نقولوا بليسيت روحك فيهم، ما راحش تافونسي في الرياضه هذه، ومام طون راح يكون عقل عندك عائق في الحياه. باسكو علاه كي نهضروا على لي جومب راح نهضروا على اللومبار، راح نهضروا على السكوات. تسمى الديبيتون قد ما توري له حاجه وطريقه صحيحه تاع التمرين قد ما راح يكمل بها حياته كومبلي واستمراريه. هنايا نديروا شفاو ليكستونسيون افون، نديروا ربع عدات تاع 10، الواحد دي بيطون 4 عدات تاع 10، اللي يكون افونسي يقدر يدير 4 عدات حتى ل 15، اللي يكون افونسي شويه، باسكو بين واحد جديد وواحد عنده شويه في الرياضه ماهوش كيف كيف، صح؟ دوك واش نديرو؟ انا درنا التمرين الاول راح يكون هنايا، واش من بعد واش نروحو؟ باش نقعدو دائما نقيسو لي كوادريسبس العضله الاماميه. نعاودو نولو لهنايا. هنا كيفاش راح يكون التمرين تاعها؟ شوف هو سمحوا لي، هنا هاو التمرين تاعها كيفاش يكون؟ يكون العضلات لي جومب تاعك يكونوا ضروه بيان اليني على لي زيبول تاعك، يكونوا كيما نقولوا حنا كيف مال لي زيبول. واش ندير؟ نطلع لاباري وحده تخرج، نطلع هاليك، نطلع وحده تخرج لاباري. بعدا واش ندير؟ هاليك نجي لهنايا نهبط 90 درجه. هاي كيفاش نهبط؟ ماشي هكا ينطر تقولي غامو يروحوا. واش نديروا؟ ما تهبطش بزاف، ها وين تهبط 90 درجة، ها هنا وتطلع، ما تطلعش هكا، ها شوف هاك، ها هاي كيفاش الخدمة. ماشي هكا، كاين اللي يخدم هكا يهبط بزاف وكي يطلع هكا. شوف لي جونو كيديروا هنا افورس مع بلوطار، تولي دير لي شارج راح تصيب روحك. هيا دوك نشوفوا الرياضي كيفاش يخدم. تطلع وحدها هذه، يطلع طلع لي بون دي بيت، هاي والله صح. سقم رجليك هنايا، عاود طلعهم شويه. شوف كيفاش حيكونوا لي جومب تاعو، الجومب تاعو هاو لي كيما مع لي زيبول تاعو، سي بون. واش نديرو؟ نهبطو، اهبط اهبط، اطلع 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 روح، اطلع 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 لي بون دي بي، اطلع 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 اطلع، هاي والله روح، هاي روح اطلع لي بون دي بي كامل، هاي روح هاكا اهبط، واحد زوج. شوفوا كيفاش يخدم 90 درجه وكي يطلع، شوفوا يطلع لي جون فليشي هاكا، يخدم العدات تاعو اكزاكت 10 بيان. وهنا الرياضي يقدر يشد وين هو شايد هو، ولا يقدر يشد هنا على حسب لابريز تاعك وين راك في الصاله. بالزوج الله هاي والله. هنايا السيريه الاولى حتكون هكا عدات تاع 10، وكي نهبطوا شوفوا كيفاش نهبطوا، مش تشوفوا في الزاويه، نهبطوا هنا هاي 90 درجه، ما نهبطوش بزاف لتحت باش نقيسوا غير لي كوادريسبس، او ميم طون ما تبليسيش لي غامو تاعو، خاطر كاين بزاف اللي يهبط حتى لا جوم تاعو تلصق مع الاخر. ومن بعد واش يصالو هنايا انفلاماسيون خطره الاولى دوزيام فوا، وكاين بلوطار راح تولي في لي غامو، سيرتو لي كسر رجليه في الوزن كي يكون في الطلعه تاعو. نعاود نولو كي طلعها لي بون دي بي، هاي لا تنحى واحد، هاي لا راه طلع حتى الفوق، طلع هي تنحى واحد، راه
هايله. هاولي كيفاش دوزيام سيري نوريكم كيفاش. ولي شارج خدموا قيس 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 ما تقدر تطلع كيما هنايا انا دايرين 5 5 باش نوريكم برك ليكزارسيس اكزاكت مي انت يبداها 10 10 وطلع بال5 هاي. والخدمه تاعك تكون 90 درجه وتطلع نص اطلع كومبلي. شوف كي يطلع هكا هيا شوف لي جونو تاعو بدا زغدهم شوف شوف هنايا شوف مع البوا واش راح يصرى للجونو يولي حساس. تسمى واش يدير نخلو دائما الجونو تاعنا هكا ونهبطوها يروح شوف هاي ليك ونطلع هاي ليك ونطلع هاي لا هاي لا زيد سي بون. هذا الدوزيام اكزرسيس. طيب امين فقط اسمح لي استسمحك قبل ما تروح الى شيء اخر او نقطه اخرى. الاحجام هل تلعب دور مهم هنايا في هذا النقطه تحديدا؟ خاصه نشوفوا ناس ربما يكونوا مبتدئين ويرفضوا احجام كبيره على القدره ديالهم في اعتقادهم انه راح تكبر وتضخم حجم عضله الساقين. لي بوا ماهمش هما الصح. لي بوا الحاجه الاولانيه لازم الرياضي كي يكون يدير لي بوا يعرف واش يدير. حاجة الأولانية قلت لك التغذية تاعو تكون مليحة سليمة الماء يشرب مليح وحاجة طروازيام اللي هي الرياضي لازم يكون فيها استمرارية. وشنو هي؟ لازم يخدم كما نقولوا حنايا بذكاء. إلا كانت ياكل مليح ويريكيبيري مليح ويشوف روحه يافونسي في الرياضة أي تجيه الحاجة خفيفة يزيد لها في لينورم. بصح إلا كان الرياضي عنده هوس يشوف صاحبه جديد كيما هو دخل يروح يشارجي كيما هو ولا يكومباري روحه مع واحد كما في الصاله. زعما نقولوا حنايا مثلا ماسي رياضي جديد بدا اليوم يشوفني في عضله الساقين درت 30 30 هكا واش يدير هو؟ تو سامبلومون نقول لك هذاك عنده لي جوند نحن نشارجي كيما هو. لا لا هنا الغلطه. هنا يصرى الموقف العيان واللي ماشي مليح في الرياضه تاعنا. هو الناس كاين الناس تعاند وهي المعانده ماشي مليحه. لازم تخدم قيس ماكلتك قيس ما تشرب وقيس ما ترقد. تسمى ريكيبيراسيون تاعك هي اللي تحدد لك شحال تزيد الاوزان. الا زدت وكاين مثل يقول لك ان زاد الشيء عن حده انقلب على ضده. صح تسمى هذا المثل سوتو في الرياضه تاعنا. ومواصله ما تبقى. شكرا. دوكا واش نروحو نديرو؟ نروحو نديرو شاريو. شاريو اكزرسيس ثاني تاع عضله اماميه. حنا هذا واش نخدمو كاع عضلات اماميه طرواسيري عضلات اماميه ونخدمو طرواسيري عضلات خلفيه هكا هاي. هنا شوف هنا بين المكان شويه راه بعيد دوك نكادريوه بيا. شوفوا هنايا اشفاو راح نكون باش نوريكم الزاويه. رجليه يقعدوا هكا قيس لي زيبول ما يكونوش هكا وما يكونوش هكا راح نكونوا هكا باش نقيلوا نقيسوا لي كوادريسبس بيان. شوف صح شوف كاش يهبط يهبط بيان لتحت يعاود كي يطلع كيف كيف ما يطلعش هكايا ما يكسلش رجليه. هبط شوف يهبط وكي يطلع يطلع نص هاي والله وحده زوج تسمى نهبط مليح وكي نطلع نطلع نص ما نخليش لي جوني يتكسلوا. صح زيد زيد خمسه واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سيبو. هذه واش يدير الرياضي كي يكون هنا خدم نيمبورت سيري هنايا؟ الحاجه الاولانيه الماء تاعو ما ينساهش ولا كانت عنده اندوز بي سي ا احماض امينيه يشرب ريكيبيري بها وراه يتنفس ما يتوشيش تليفون. كاين بزاف رياضيين في لي جون يتوشي تليفون. اقعد مكونسونطري مع الميسك تاعك اطلب بالراحه تنفس. اذا كانت الطاقه قدامك نوض ليها تنفس فيها واذا كنت ريح في بلاستيك وراك تنفس ريكيبيري. شوفي الرياضي جديد في لي جون نكونسيه يروبوزي اون مينوت. إذا كان يعني رياضي متطور يروبوزي 40 ثانية حتى 50 ثانية. بصح رياضي جديد نكونسيه دقيقة 60 ثانية. هكا واضح. ندخلوا دوزيام سيري باش يعرفوا كيفاش يريكيبيري. صح. هبط. واحد. زوج. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة ثمانية تسعة عشرة. هنا كيف كيف كاتي اكزارسيس نخدمو هنا كاتي اكزارسيس وهنا كاتي اكزارسيس وهنا كاتي اكزارسيس
هادو ما كامل اللي درناهم عضله الاماميه، نكونوا كملنا العضله الاماميه. دوكا باش نولوا العضله الخلفيه واش نديروا؟ كاين رياضيين يروح ديريكت يروح للعضله الخلفيه. سي شوفي مليح ليكزرسيس الاولاني تاعك، شوفيه مليح واش دير؟ تجي لابراس هذه. طيب امين، فقط ربما كسؤال، هل يختلف الامر بالنسبه للعضله الاماميه والعضله الخلفيه؟ العضله الاماميه ولا العضله الخلفيه هما على كل حال كيف كيف، فهمتني؟ بصح العضله الاماميه حساسه على العضله الخلفيه. علاه؟ دوك نفهمك. العضله الاماميه ماهوش ما عندهاش حاجه تشدها، مي العضله الخلفيه عندها لي فاس، عندها المؤخره تشدها ولومبار، راك فاهمني؟ تسمى راح تكون عندها لا فورس وكونتراكسيون شابه خير من الافون. الافون يجي واعر شويه، لاريير يجي موش واعر بزاف. على عندك لومبار يعاونك وعندك ليفاس تاعك يعاونك، باسكو ليفاس هما راح تطبع بهم. شكرا لك كوتش امين، عندك مع بعض التمارين. شوف في العضله الخلفيه، شوف في العضله الخلفيه، شوف واش يصرى. اجبد روح ماشي، شوف غير يطلع، غير يطلع ليفاس تاعو يخرجوا. هبط انا واش يدير الرياضيه؟ كيقعد كيقعد، شوفوا تبعوني مليح، اطلع شويه ماشي، يخلي لي جونو تاعو، يخلي لي جونو تاعو قسمه يتبلياو. هاوليك جونو هنا، هاو الجونو، هاولي هاوليك جونو، هاولي شوفوا هاوليك جونو، باش نصحح لكم الخطا. هاو الجونو، لازم نتايا الجونو تاعك ما يكونش هنا فوق الحطبه هذه. الجونو تاعك وين يكون؟ يكون افلور معاها، يعني هايلك الحطبه، تتبعوني مليح، هاي الحطبه، هاو الجونو وراها، هاوليك الحطبه هنا، ماشي دير الحطبه تاعك هنا وتقعد دير هكا، كاين اللي يقعد الجونو فوق الحطبه، لا لا، هنا راح يصرالك اكرازمون على الجونو تاعك ولي فيبر تاعك ولا ليغامو تاعك مع البوا راح يكون ثقيل. واش يصرى؟ يولي عندك احتكاك، فهمتني؟ تسمى واش دير؟ الجونو تاعك تبعوني مليح، جونو هاي لك اسمها، هاو كيفاش يكون؟ هاو ليك هاو الجونو او بعيد، بصح اطلع الفوق تشوف ماسي، اطلع اطلع انت فوق ماسي، اطلع اطلع اطلع، شوف كاين رياضيين هنا، هاو ليك الجونو فوق اسمه اخدم، تشوف شو واش يصرى له هو؟ شو الجونو وراه؟ راه فوق هذه، هنا الرياضي يوجعوا الجونو، تسمى واش يدير؟ يهبط شويه، سي بون، اخدم دوك. هاكا ويخدم جوست ويخدم هبطة بالعقل ويطلع بالعقل. خدمت شوف رابيد كيما يخدموا، هاي الخدمة تاع مبتدئين كيفاش يخدموا. هاكا ما يخدم والو، هاكا العضلة تاعو يقيسها 20%، بصح الخدمة الصحيحة يهبط بالعقل ويطلع بالعقل باش ما يشرالوش تمزق عضلي. كاين بزاف رياضيين سوتو المحترفين ملي بوا بزاف يتمزق لهم العضلة تاعهم، بصح واحد مبتدئ يدير لي شارج وما يعرفش كيفاش يخدم، محترف ويتبليسا. حبيت واحد مبتدئ ما يتبليساش. كاين رياضي محترف مستر اولمبيا، اقوى بطوله في العالم في كامل الاجسام، رياضي محترف واجد واجد، طلع كومبيتيسيون قالوا سمانه تبليسا في لا جون تاعو. علاه؟ من الاوزان الثقيله والعيه تاع العضله تاعو كانت ناشفه بزاف، دا بليسير ديشيرور هنا في العضله الخلفيه. هذا محترف، تسمى خلينا واحد مبتدئ نكونسيه يخدم بالعقل، يريكيبيري بالعقل وما يتهورش في الخدمه تاعو، ولا كما قلت لكم قبيلات شغل يتعاند مع صاحبه. سوتو دوكا هادو من الشباب تاع 18 سنه 17 يحب يشوف روحه يعني افونسا، هو معليش هو مليحه خير ما يروح للافات الاجتماعيه. انا هنايا راني انا ننصحك، راك في الطريق المليحه كملها، بصح كي تدخل الصاله سي حافظ على صحتك، باسكو هنايا راح تولي في لي زوبيراسيون، راح تولي تعتزل على الرياضه نهائيا، خاصه كوتش انه راهم يتبعوا في كل ما يجول في مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب وغيرها من ربما التمارين اللي لا عندها حتى علاقه بالرياضه. نعم، حنا هادو تاع التواصل اللي يتبع في الـ في الـ في الوسمو في يوتيوب وغيرها في مواقع التواصل الاجتماعي، انا نكونسيه يروح يشوف واحد اولتها اللي قاري، كيما نقولوا حنا قاري، كيكون يهضر بالقرايه ويهضر بالاكسبيريونس، هذه حاجه واحده. حاجه دوزيام انه تشوفه هو عنده مؤهلات، انه عنده فورما تاع كيما نقولوا رياضي وامام طون تاع كمال الاجسام ولا فولي ولا نيمبورت سبور، حنا نحكوا على لي سبور. يلا نواصل. انا ما نقدرش نروح يعني نشوف واحد يدير كومبا وما يدير والو. بسم الله. اي راه بالعقل هاي صحيح. اباك شوف الرياضي كي يخدم بالعقل، تشوف الخدمه تاعو بالعقل. اخدم رابيد، شوف ثلاثه الاخرانيين، شوف الخدمه،
انت وحدك شوف يبالونسي منا يبالونسي منا يبالونسي منا، هذه ماش كاع خدم هكا يخدم بعقل. بارك الله فيك مليح. هنايا ثاني كات سيري، كات سيري نديرو كات سيري تاع تاع دوز، ومن بعد واش نديرو؟ نعاود نولو لعضله خلفيه واحده اخرى. حنايا بون ما عندناش المكانه هذيك ولا اسمو لابريس تاع اسمو، واش نديرو؟ نجيو لهنايا نخدموها هنايا. كيفاش نخدمو؟ دوك نوريكم كيفاش تخدموها. هاي كيفاش نخدمو؟ نخدموها بلاكوش باش تشوفوها. دخل رجلك منا، شوفها دخل رجلك منا، شوف واش دير. ها كيفاش طلع. شوف الجنو تاعك لاصق، الجنو تاعك لاصق، وتشد هنايا، تشد يدك في لابريس، وها طلع هنا وهبط. اي ماسي شوفوا كيفاش يدخل الرياضي. هنا ما تشارجي سوتو هنايا، هذا فيه بزاف لي بليسور باسكو راح تخدم غير بالعضلات الخلفيه. شوف شوف واحد زوج ثلاثه، هاي العضله الخلفيه اللي تقاس. كوتش امين فقط ربعة. كتعليق على الشيء اللي قلتو، علاش تكثر فيها لي بليسور ولا الاصابات؟ تكثر فيها الاصابات ولي بليسور، كاين تختلف، تختلف بين الرياضي والرياضي. بالك الرياضي هذاك هو يخدم لا شارج ما قدرلهاش، راهو فورسي يقدر يتبليسه. وعندك ثاني حاجه واحده اخرى، يقدر يكون هذاك الرياضي داير البو وداير عدات بزاف. يعني راح يدير 15 20 في العده، كيما دوك انا نخدموا 10. كاين وين داك تزيد في البو، تزيد في البو زعما نقولوا كيما نقولوا حنايا 20 30 كيلو حتى 50 كيلو، كاين اللي قنطر ويدير عده تاع 15 20. تسمى واش كي هو وحيد الحق الفشل العضلي وما حبش يحبس، واش يصالو؟ يصالو تمزق عضلي، هذا هو اسمه. والحاجه الدوزيام تاع اللي صالو تمزق عضلي، كاين بزاف الناس كي يخدم لاجون زعما شفت الحصه الاولانيه تاعو البدايه تاعو، كي يبدا البدايه تاعو لازم بعد التدريب يدير ستريتشينغ، يعني يدير تمديد العضلات، عضلات يدير لي زيكزارسيس تاع المرونه. علاه؟ باش ما يحكموش لي كرومب. كاين بزاف الناس يحكموا لي كرومب لي كرومب لي كرومب، افورس افورس المسل تاعك تسمى عيان من لي كرومب، ريكيبيراسيون عيانه. هذا واش معناتها لي كرومب؟ ريكيبيراسيون تاعك عيانه. انت ماكش ريكيبيري مليح وراح تخدم لا جومب، افورس افورس يجوك تمزقات العضليه. هذه هي. والتمزقات العضليه انا كونساي نعطيهم الرياضيين، يسي خطره في ال 15 يوم يدير الحوض المياه البارده، يعني في الدوش ولا في يروح الحمام ولا كاين سبيسيال كيما نقولوا حنا مسبح بارد بزاف علي زاتلات. هذا نكونسيه به على العضلات تاعو باش يتشدوا ومن طون يولوا ميسكلي. هذه خدوك تواصل باقي للريكيبيراسيون وما يصالوش التمزقات العضليه. دير دوزيام اكزرسيس صح، دخل انا نخدمو بلاكوش باش تعرفوا بركه. شوف طلع وتهبط وشوف لا جون تاعي لاصقه. هنايا التمرين دوزيام تاع العضله الخلفيه، ايوا تسمى هنايا ثاني كات اكزرسيس. هنا درنا كات اكزرسيس، دوك يبقى لنا اكزرسيس واحد وسيبو سيبو صح. دوكا واش نديرو؟ نقربوا الكاميرا شويه نرمو هنايا تبان. استنى شوف هاي اللي كيفاش يحطوا دو ديسك، حطوا دو ديسك. شوف الرياضي يحط دو ديسك هكايا، واش يدير باش تشوفوا التمرين تاعكم؟ واش يدير؟ تبعوني مليحة هنا هاوليك، يعفس على لي بوان دي بي، يعفس على لي بوان دي بي هنايا. واش يدير؟ يحكم ارتير تاعو ولا يحب ارتير ولا نيمبورت حاجه. نديرو باره يا سيدي، باره نجيب باره برك. هاوليك باره، شوفوا مليحه، نحفس على لي بوان دي بي هاوليك، والقبضه تاعي تكون هنا. واش نديرو هنا؟ نديرو تمديد العضلات الخلفيه باسكو هنايا واش درنا لهم؟ هنا واش درنا؟ درنا لهم ضغط، يعني حنا درنا العضله الخلفيه دخينا لها الدم ماكسيموم وخدمناها باش تتفوليما. دوكا واش نديروها؟ نكسلوها باش لاريير هذا لي زيشيو اريير يهبط لك حتى لتحت، يوليك طويل. واش نديروا له؟ نديروا التمديد العضله، هذه يمدد العضله. واش نديروا؟ هاديك نقعد هنا، واش ندير؟ نهبط هنايا. شوف واش ندير، رجلي يكونوا فليشي
ماشي لومبارا ماشي هكا ماشي هذا هذا يتشبه له ماشي هذا الموفمو ها هو الموفمو كيش يكون ها كسل هنا وتطلع نص كسل وتطلع نص ها واش تحس تحس طرهن ها يا ماسي شوفوا يقعد لي بوان دي بي يكسر شويه رجله شويه برك ويهبط كسرهم شويه هاولي خليهم كسنين شويه مطابقش معاهم شوفوا شي صرا هنا يكرازمو هاك هنا هاي ولا هنا تا كيدير ديس دير لهم لومبار شوف لومبار كيفاش باكو تغلطوا في الموفمون هذا لومبار تخدم الظهر شوف هو يتلوى ظهره بصح حنا نحوسو نقيسيو نقيسو لي زيشيو اريير هنا هنا او يدير تمديد العضلات الخلفيه سي بون هذه هي دوك نعاودو دوزيام اكزرسيس واش يقعدنا المولي وسي بون هنايا شحال درنا الاكزرسيس واحد زوج ثلاثه اربعه بعد درنا خمسه وهذا السادس سته لي اكزرسيس تاع جومبا يعني للرياضي المبتدئ بزاف عليه سي بون ستة اكزرسيس يكفوه بزاف كاع نعاودو دوزيام فوا نايرا واحد زوج ثلاثة ربعة الجونو تاعو يكون شوية فليشي ويسي يحكمو ميسيش يهرب له والبوا ما يخدمش بالثقيل كيما راهو يخدم هو 10 15 باسكو هذا هذا التمرين ما يسحقش بزاف لا شارج هكا صحيتو دوكا نولو للمولي درنا ستة لي زيكزارسيس تاعنا تاع الساقين نولو المولي المولي ساهل كل واحد وين يخدم باختصار فقط كوتش امين لانه بقى في الوقت دقيقتين من عمر الفقره ما تنساش نعم بون المولي اللي عنده اكزارسيس تاع المولي هاليك المولي كيفاش هاليك جي لابريس هادية هاو المولي كيفاش تخدم ها تخدم هنا تخدم ديس إكز عشرة عدات تعود تقلب الداخل تخدم عشرة عدات وتخدم البرة عشرة عدات تعود تقلب رجلك هنايا عشرة عدات هذه هي فهمتوني شوف كيما خدمت دوكا أنايا عشرة عدات هنا عشرة عدات هنا وعشرة عدات تقلب رجليك باش تقيس هنايا عشرة عدات وهنايا عشرة عدات هذه هي أنا كملنا الحصة تاع عضلة الساقين كامل في الأخير قبل ما تكمل عضلة تاع الساقين دير تمارين استطالة اللي كنا نديروهم في الابتدائي هذوك هما تمارين استطالة يعني هكا هكا تكسر روحك هنايا تكسر روحك هنايا دور عندك تكسر روحك هنا هنا هادو هما تمارين الاستطالة تسمى قد ما كي تجي تخرج تكمل لي جون تاعك دير تمارين الاستطالة واحد 7 دقائق روح للفيسيار دوش هذه هي وان شاء الله المعلومات استفدتوا منهم وربي يحفظكم ان شاء الله شكرا لك كوتش امين بيغربا كنت حاضر معنا من قاعه الرياضه وشكرا على كل المعلومات المقدمه صبيحه اليوم فيما يخص تمرين عضله الساقين وتصحيح بعض الاخطاء اللي متعودين عليها الرياضيين ان كان مبتدئين ولا حتى محترفين خلينا نقول انه راح تطلع لنا في عديد الحلقات اللاحقه وعديد المواضيع الاخرى وشكرا ايضا لكل الناس اللي كانت مرافقتك صبيحه اليوم الله. من مصور وايضا شريكك في التدريبات الرياضيه وايضا قاعه الرياضه.